أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في تقرير للموقع بوست، هل تتكرر أحداث سقطرى في عدن؟ نطالع من موقع المشاهد نت، قصة تحول إعلامي من العمل في إنتاج برامج التلفزيون إلى البناء. صحيفة فرنسية تتحدث، أمريكا تفرض عقوبات على 5 إيرانيين يدعمون ميليشيات الحوثي. أهلا بكم، والبداية من تقرير خاص يتساءل فيه الموقع بوست حول واحدة من أهم القضايا اليمنية الطارئة، هل تتكرر أحداث سقطرى في عدن؟ قال الموقع، تصاعدت حدة الاتهامات الموجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة من جديد بعد أقل من شهر على أزمة سقطرى، والتي اتهمت فيها الحكومة اليمنية دولة الإمارات بالانتقاص من سيادتها واحتلال الجزيرة. يضيف الموقع، تهيمن الإمارات على العاصمة المؤقتة عدن منذ تحريرها في يوليو 2015، وتعمل على تقويض جهود الشرعية هناك بحسب تقارير أممية. يواصل التقرير، أدى ذلك إلى توسع الهوة بين الحكومة وأبو ظبي، وأصبح الصراع واضحا ويعترف به الجانبان، وطفى على السطح بشكل واضح بعد تصريحات وزير الداخلية، والذي قال الموقع أن أهم ما كشفه الوزير هو أن الحكومة الشرعية لا يمكنها الذهاب إلى الميناء أو المطار في عدن ولا دخول المدينة دون موافقة أبو ظبي. سيكتب التاريخ الكثير والكثير عن 22 من مايو 1990، لكن أهم ما يمكن أن يكتبه من بين كل ما سيكتب هو أن للأحداث العظيمة مسارين يتوقفان على القوة التي تحمل هذا الحدث. هكذا بدأ السياسي اليمني وسفير اليمن لدى لندن ياسين سعيد نعمان مقاله في بلقيس مضيفاً. 22 من مايو من أعظم أيام التاريخ في اليمن المعاصر، لكن النكسة التي أصابته وجعلت منه يوما إشكاليا مسكونا بالخوف والنقيض والسخرية والعظمة في آن واحد هو أن المسار الذي وضع فيه مثل انقلابا جذريا على أهدافه الحقيقية في بناء وطن حر ومستقل ومزدهر. كان حدثا لإغلاق صفحة الحروب والصراعات الدموية في حياة اليمن، فتحول إلى بوابة لحروب أشد فتكا ودمارا، افتتحت بحرب 94 التي اجتثت الحدث من جذوره وشقت الطريق إلى المسار الذي أفضى إلى هذه النهاية المأساوية. كان حدثا للم شمل اليمنيين، فجرى تحويله إلى مناسبة لتمزيقهم على نحو لم يشهد له اليمن مثيلا حتى في أكثر فترات انقساماته السياسية والعسكرية ودويلاته المتعددة. كان حدثا لبناء دولة وطنية متماسكة تعيد للإنسان كرامته ومواطنته التي أهدرهما الاستبداد، فجعلوا منه متراسا لمقاومة وتعطيل أي جهد وطني لبناء هذه الدولة، وأهدروا دم كل من سعى إلى التمسك بهذا الهدف الوطني العظيم. كان حدثا لبناء يمن متقدم ومزدهر، فتحول إلى بؤر استنزفت فيها ثروات البلاد من قبل أقلية متنفذة لا تتجاوز 1% من السكان بقوة السلطة ونفوذها، وأفقر الشعب في أسوأ صور الإفقار التي غابت معها كل فرص التسويات والإصلاحات على أي صعيد كان، وتوسعت رقعة الفقر التي استقطبت الملايين في دورات الجوع والعنف والقلق والتوهان في مشاريع لحظية غاضبة توزعت فوق خارطة مفككة كان أخطر فجواتها استدعاء الطائفية السياسية من مرقدها لتغرق اليمن كله في بلواها وعنادها وميراثها اللئيم. قال باحث دولي وفقا لموقع الحرب 28 إن إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية
على ترجمة تهديداتها بإغلاق مضيق باب المندب سيكون بمثابة أمر طائش من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للميليشيات المدعومة من إيران، وسيعزز الدعم الغربي للتحالف العربي في عملياته العسكرية في اليمن. قال بيتر جاندوك، وهو كاتب وباحث في مركز الأمن الداخلي والإقليمي بمعهد السلام ودراسات الصراع في الهند، في مقال بموقع ميدل إيست مونيتور، أنه بغض النظر عن مدى قدرة الحوثيين على تحقيق ذلك عمليا، فإن التفكير بهذه الخطوة لا تخدمهم كما يتصورون، وعلى العكس ستجلب لهم ما لا يتمنونه، وهو وقف الضغوط الغربية على السعودية لإيقاف الحرب. وكان آخر التهديدات صدرت في يناير الماضي من قبل القيادي الحوثي صالح الصماد للتحالف، لكن الحوثيين لم ينفذوا ما وعدوا به حتى الآن، غير أنهم استهدفوا سفنا تابعة للتحالف وأخرى لأمريكا في البحر الأحمر. ويعتبر باب المندب الذي يطلق عليه البعض مفتاح الملاحة الرئيسي في البحر الأحمر، والبعض الآخر يصفه بمثابة الرئة وأنبوب يتدفق من خلاله نفط الخليج العربي وبضائع شرق آسيا إلى العالم، من أهم الممرات الملاحية في العالم. موقع سبتمبر نت يتابع الأوضاع الرمضانية في صنعاء ويعلق بالقول: الميليشيا في صنعاء تقضي على المظاهر الرمضانية وتسعى لطمس روحانيته. قال الموقع إن الميليشيات الانقلابية تسعى بكل قوتها لفرض فكرها الطائفي وطقوسها الدينية على أبناء الشعب اليمني بالغلبة والقوة، ويعيش المجتمع اليمني بمختلف مذاهبه وأطيافه ومكوناته الاجتماعية في انسجام تام منذ مئات السنين، إلى أن جاءت الميليشيات الانقلابية محاولة فرض معتقداتها بالقوة على عامة الناس، معززة بذور الشقاق والانقسامات بين أبنائه. وبدأت مساعي الميليشيات الانقلابية في تمزيقها للنسيج الاجتماعي اليمني منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر 2014، وانقلابها على الشرعية وبدعم إيراني. وتسعى الميليشيات الانقلابية لطمس هوية المجتمع اليمني وتغيير معتقداته وغرس أفكار دخيلة عليه، خصوصا في شهر رمضان المبارك، ومنع ما اعتاد عليه الناس من طقوس وممارسات مستخدمة القوة وترهيب المواطنين. اليمنيون هم من يساهمون في صناعة مشاكلهم وتعقيداتها حين يرهنون مصائرهم للآخرين، وفقا لما يقوله عبد سعيد مغلس في مقاله المنشور في التغيير نت، مضيفا: يتباكى اليمنيون عن تعرضهم للإهانات، وهم بين باك يشكو ومتاجر بالشكوى، متناسين ومتغافلين عن الأسباب الحقيقية لمأساتنا والمتسببين لها. اليمن الوطن والإنسان أهانه أبناؤه عندما لم يبنوا كما بنى الناس أوطانهم، أهانوه عندما سلموا أنفسهم ووطنهم لمشاريع من خارج الوطن لا تخدم اليمن بل تخدم أصحابها، أهانوه عندما انقلبوا على مشروعهم الوطني بدولته الاتحادية، أهانوه بتمسكهم بالعصبيات العنصرية والمناطقية والمذهبية والقبلية والحزبية، وجعلوها خياراً يؤسس للكراهية والهيمنة والتسلط والاحتراب فيما بينهم. مآسي ما حصل ويحصل وسيحصل لليمن سببها أبناؤه وخياراتهم وارتهانهم ورهاناتهم. اليمن أضاعه أبناؤه بين مؤجر لعقله ومؤجر لبندقيته. تلك مأساتنا ومأساة اليمن، ولا خروج منها سوى ببناء يمن اتحادي يجمعنا تحت دولة المواطنة، لا دولة العصبية، دولة الحق والقانون، لا دولة الفيد والإخضاع والهيمنة والتسلط، دولة تنهض باليمن الوطن والشعب، لا دولة تدمر الوطن والشعب، دولة تراهن على قدراتها لبناء مستقبل وطنها وشعبها، لا دولة ترهن وطنها وشعبها أو ترتهن. يزداد وضع العاملين في الإعلام اليمني سوءا منذ سقوط العاصمة صنعاء في أيدي الميليشيات، وعنون موقع المشاهد نت:
إعلامي يمني يرقد في العناية المركزة بعد أن اضطر للعمل في مجال البناء. يسرد الموقع قصة واحد ممن شردتهم الحرب من أعمالهم، حيث لم يتردد الإعلامي بقناة اليمن الفضائية حبيب مهدي جابر كثيرا في اتخاذ أصعب قرار قد يتخذه شخص مثله يوما، فقد ترك عالم الإعلام وتعلم صنعة البناء من أجل توفير لقمة العيش لأسرته، علّه يتعلم بناء جدران تحطمت عليها طموحاته وأحلامه. وفي ظل الوضع المعيشي المتردي، لم يستطع حبيب الانتظار حتى يجد عملا مناسبا لتخصصه، فهو مضطر إلى تأمين قوت يومه بعد أن ضاقت به السبل. لذلك اختار العمل في مجال البناء، وصار حديثه يتمحور حول مواد البناء والإسمنت بدلا من خطط إنتاج البرامج التلفزيونية. واضطر حبيب مكرها لترك مكتبة الأنيق بقسم إدارة الإنتاج في الفضائية اليمنية بصنعاء، وذهب للعمل تحت حرارة الشمس الحارقة مرتديا ملابس غير التي كان يرتديها سابقا، بعد أن تحول تحت ضغط الظروف المعيشية الصعبة إلى عامل بناء بالأجر اليومي. قبل رمضان بساعات خرج الشاب حبيب جابر مبكرا للعمل مع أحد المقاولين في تفكيك الخشب من إحدى البنايات في العاصمة صنعاء، حاملا أدواته على ظهره. وبينما كان منهمكا في تفكيك الخشب من البناية، فجأة تعرقلت قدماه وهو من الدور الثالث بعد أن فشل بالتشبث بأي شيء، وسقط مدرجا بدمائه وفاقدا وعيه على الفور. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العالمية والعربية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع في الشأن اليمني من صحيفة تشالنج الفرنسية. عقوبات أمريكية ضد 5 إيرانيين يزعم أنهم يساعدون الحوثيين. قالت الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 5 إيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري، اتهموا بتزويد ميليشيا الحوثي بالمعرفة والأسلحة التي استخدمت فيما بعد لإطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية أن الأشخاص المعنيين هم مهدي أزاربشا ومحمد جعفري ومحمود كاظم أباد وجواد شير أمين وسيد محمد طهراني، أول 4 استشاريين للحوثيين من خلال الحرس الثوري، في حين سهلت طهران تمويلا للحوثيين من قبل الحرس الثوري. صحيفة الحياة اللندنية تابعت واحدة من أهم الجبهات اشتعالا، وهي التهديدات التي توجهها القيادة الأمريكية لإيران، وعنونت الحياة. واشنطن تحدد لطهران 12 شرطا وتتوعدها بأقصى العقوبات في التاريخ. قالت الصحيفة إن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وضعت الولايات المتحدة على مسار مواجهة مع إيران، إذ حدد 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد معها مهددا إياها بأقوى عقوبات في التاريخ. ولكن لماذا ذلك وفقا للوزير؟ إن لم تبدل سياستها، متوعدا بسحق عملاء طهران وحزب الله اللبناني في العالم. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي سيتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة ومعالجته، مشيرا إلى أنها تقيم هل تضاعف الإجراءات الحالية أو تنفذ إجراءات جديدة. قبضة الغرب تضعف وعالم جديد يرتسم. تحت هذا العنوان كتب شارف فيليب ديفيد مقاله المعاد نشره في الحياة اللندنية مضيفا: يدور الكلام من جديد على نهاية التاريخ،
وانعطاف العالم وانبعاث الجدران والحدود وأفول الإمبراطورية الأمريكية. ويبدو أن العصر الذي افتتحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهم في تسريع وتيرة هذا الانعطاف وانزلاق صفائح العالم التكتونية إلى صورة أو هيئة جديدة. وتشير سلسلة من المؤشرات إلى أن نواة العالم تنزلق من الغرب إلى أوراسيا، فتحديات الأمن الدولي تفلت أكثر فأكثر من قبضة الغرب، وصار اليوم الكلام على العودة عن تغريب العالم جائزا، وسيجد الغرب نفسه وفي المستقبل القريب في الخلفية أو المكانة الثانوية وليس في قمرة توجيه دفة العالم. فعلى المستوى العسكري يتربع لاعبون جدد محل القدامى، وتحل المملكة السعودية في المرتبة الثالثة من الدول الأكثر إنفاقا على الدفاع، فموازناتها العسكرية في 2017 تفوق موازنة بريطانيا العظمى التي حلت في المرتبة الخامسة في لائحة الأكثر إنفاقا على الدفاع. والهند تقدمت على فرنسا وحلت في المرتبة السادسة، والصين في المرتبة الثانية. وعلى الرغم أن هوة الإنفاق العسكري شاسعة بينها وبين الولايات المتحدة، تتمدد قوتها العسكرية أكثر فأكثر، سواء في بحر الصين الجنوبي أو في جيبوتي في القرن الأفريقي حيث قاعدتها البحرية، وتعد بكين لافتتاح قاعدة بحرية جديدة في فانواتو في قلب المحيط الهادئ. تكتب افتتاحية صحيفة الجارديان عن الناشطات السعوديات المعتقلات في الآونة الأخيرة، وقالت الصحيفة إن السعودية التي توشك على السماح رسميا للمرأة بقيادة السيارة في البلاد بدأت بسجن الناشطات اللواتي كن يدافعن عن حقوق المرأة في المملكة. أضافت الصحيفة أن الأمر يبدو كمشهد مقتطع من فيلم النظر عبر الزجاج، حيث تعلن الملكة الحمراء أن الذي يبدو بديهيا هو عكس ما هو بديهي، وما هو منطقي ليس كذلك في الحقيقة. وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها التي ترجمتها البي بي سي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي سينهي حرج بلاده من كونها الوحيدة في العالم التي تحضر قيادة النساء فيها، سيسمح للواتي التزمن الصمت فقط بممارسة حقهن بقيادة سيارتهن. ويتضح أن الأمير السعودي لا يريد للناشطات السعوديات اللواتي شاركن بحملات للمطالبة بحقهن في قيادة السيارة أن يتحولن إلى رمز للتمرد في البلاد. وأردفت الصحيفة أن ولي العهد السعودي لا يريد سماع أي جدال، إنما يريد الصمت، مضيفة أنه يجب تهنئة الناشطات السعوديات لمطالباتهن بحقوقهن بدلا من زجهن في السجن واتهامهن بالخيانة. وفي جولتنا بين الصحف والمواقع الفرنسية أيضا نطالع من صحيفة لوموند الفرنسية: الولايات المتحدة في طريقها لتحويل المدرسة إلى قلعة. قالت الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس: دروع مضادة للرصاص، حقائب مدرعة، كاميرات في مواجهة عمليات إطلاق النار الجماعية في المدارس، كما حصل مؤخرا في إطلاق النار بمدينة سانتا في تكساس في 18 من مايو، ضاعفت المدارس الأمريكية مزايا الأمان. تسرد الصحيفة: سواء أرادت أنيتا والاس أم لا، فهي تعتقد أن كل يوم سيكون الأسوأ، فقد عاث مطلق النار مع سلاحه فسادا بمدرسة بوكوموك الثانوية، وهي مدرسة تضم 350 طالبا في الريف الذي يبدو هادئا في أقصى جنوب ماريلاند. الهلع، الصيحات، الأبواب المقفلة في عجلة المدرسين الذين يحاولون الإمساك بالقاتل. المدرسون هم الملاذ الأول، فهم يستخدمون أجسادهم كدرع لإنقاذ طلابهم، تلاحظ الشابة أنيتا بين الإعجاب والخوف. وهكذا بعد كل إطلاق نار جماعي جديد مثل إطلاق النار الذي خلف ما لا يقل عن 10 قتلى في سانتا في تكساس، يدور النقاش مجددا حول الأسباب لمثل هذه المآسي التي تخفي أمرا آخر أكثر واقعية. ماذا نفعل لحماية المدارس من هذا السم الذي يغزو أمريكا؟ تقول السيدة ولاس: نعيش كل يوم مع أخذ هذا الأمر في الاعتبار. وثقت صحيفة الشرق الأوسط الأجواء الرمضانية في عدد من المدن العربية من خلال العديد من الصور، نتابعها في جولتنا المصورة.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.